السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كذلك عندنا سؤال الأخت سعاد من ألمانيا، تقول السلام عليكم ورحمة الله. البنت ديالي عمرها 12 سنة وبلغت اليوم والحمد لله، لكن مشكلتي خفت أنها لن تستطيع صوم الشهر بأكمله، مع العلم أننا سوف نصوم إن شاء الله هذه السنة 17 ساعة بألمانيا. أرجوكم انصحوني وجزاكم الله كل خير. للا سعد، أسأل الله تعالى أن يصلح لك البنت وأن يحفظها لك وأن يعمها برعايته وبكلائه، وأن يجعلها من المتفوقات في دراستها وكذلك في تدينها، وأسأل الله تعالى لك وللأسرة الكريمة عموما الخير والتوفيق. للا سعاد، إذا بلغت يعني البنت في سن ديال 12 سنة أو 11 سنة أو أقل أو أكثر، طبعا هذا يوجب عليها الصيام، صيام شهر رمضان، ويبقى الأصل المعروف المضطرد أنه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنقول لك أنت قد تلاحظي للا سعاد، إذا بنت لك البنت يعني في يوم من الأيام يعني خارت القوى ديالها وما استطاعتش أنها تكمل النهار، غادي تنصحها أنها تأكل، يعني تاك النهار تفطره مثلا، صمت مثلا حتى الأربعة أو حتى الخمسة ديال العشية وما استطاعتش باقي تكمل بحكم يعني الدراسة أو شيء من هذا قبل، أو بدلت يعني واحد المجهود. وأنا أنصحك أنها حاولي ما أمكن أنها في الأيام الأولى ما تبدلش يعني شيء مجهود يعني ذهني ولا مجهود يعني جسدي، باش ما تحصلش يعني في التعب والجسم باقي ما ولفش يعني لم يعتد بعد يعني الصوم. فأقول لك للا، إلا شفتيها في حالة من الحالات أنها ما قدرتش تكمل النهار ديالها، في هذه الحالة هذه خصك تدخلي لله وتعطيها يعني ما يعني تحتاجه من 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 غذاء حتى تتقوى وتقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من من أيام بعد رمضان. فكما أقول لك لله، هي يعني بلغت، نعم وجب عليها الصوم، ولكن تبقى يعني رحمة الله تعالى شاملة لهؤلاء الناس، لأن الله تعالى ما كينش شيء واجب أوجبه علينا إلا وينبغي أن يستصحب الإنسان يعني أصلا عظيما، وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا الوسع ديالها يعني ما وسعته نفسها وقدرتها وطاقتها هو الواجب عليها. فإذا لم تسع يعني قدرتها يعني تتمة الصيام، ففي هذه الحالة تتدخلين إن شاء الله تعالى وتعطيها كل ما تحتاجه من غذاء حتى لا تقع يعني في كما يقال يعني في يعني في مرض أو شيء من هذا القبيل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.